سادة المشاهدين، متى يجي داخل دولة الإمارات؟ متى يفتح هذا الشغل؟ أنا يجي داخل الإمارات يجي 5 مارس 79. كيف يبلش الشغل هذا؟ أنا يجي هذا سنة واحد يستقل صارجة. نعم. كافتيريا. نعم. بعدين يجي حكومة مال اللين مال الحمد لله أنا دائرة الماي والكهرباء. بعدين تقريبا 20 سنة استقل من هناك 2000 شغل 2000 وقت أنا في صديق هذا أنا أقول له افتح دكان شكل هذا 89 مخبوس افتح قبل بابا إني موجود بابا في دكان خلارة دكان خلارة أنا استقل خلاص عندي بابا سوي سعادة بابا سوي كلام شكل هذا نعم 98 أنا افتح هذا مخبز أنا صديق هذا أنا إجني صديق أنا أستاذ علي جميل أستاذ علي لو تخبرنا متى أجيت على دولة الإمارات بدايتك 98 نعم كيف بلش الشغل؟ يجي بعدين بطل سيدة من المخبز هذا نعم كم سنة بلا 23 سنة 23 سنة طب خبرنا شو سيربس داخل المخبز شو يسوي داخل المخبز خدمات خبز صمون ساندويتشات معجنات كيك بسكوت شو في سيربس هنا بسكوت كيك ساندويتشات في صمون كبوس انا كبوس اسمر جميل طيب يعني انت يوزع خبز ايوه كامل اللين انت خبر كيف يوزع خبز سيارة 15 سيارة استعمل كامل العين كامل العين ما شاء الله كل ما كان شو سبيشل حق مخبز هذا؟ ما في شيء كوك معجنات معجنات خبر السادة المشاهدين شو انواع المعجنات اللي بتسووها؟ شو موجود معجنات؟ معجنات كل شيء موجود ساندويتشات وبسكوت و يعني اي شيء يعادر فيه انا سيسلم اعطيك. جميل. جميل. طبعا لو تخبرنا استاذ ابو بكر واستاذ علي عن الخطط والرؤيه المستقبليه في المستقبل ان شاء الله يعني بعد 5 سنين ان شاء الله. ان شاء الله اعلم الله ليش انا نعم انا سوي ان شاء الله انا سوي شوف كيف يجي كيف قدام الروم. نعم. لكن اعلم الله ان شاء الله في شيء فرق ان شاء الله سوي يمكن كبير.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رقم واحد على رقم أمن أمان زين الحمد لله. الحمد لله نعمة. أنا ينيجي أنا ينيجي كل مرة شكر الله. ليش هذا بلادي يجي هذا بلادي يجي أنا والله واجد يعني طويل رزق زيادة رزق زيادة ومشان هذا يني شو يني سوخات وقومة والله الحمد لله قسم بالله حلو حلو حلو. شو رسالة شكر أنت حق حكومة حق شيخ حق الشيخ هذا بابا زايد وقت واجد تمام كلش مو حق إمارات بابا هذا كل عالم بابا. نعم الله يرحم هذا عالم بابا بعد يجي خليفة باع العين محمد الحمد لله على طول صيدوا كل يوم صيدوا عين الحمد لله. الحمد لله هذا مو حق بابا من الإمارات عالم. نعم الله كل يوم صعدوا مو حق واحد كل يوم صعدوا هذا اسمه فكر يجي مشان كلب يبكي. الحمد لله شكرا واجد انا سوي دعاء كل يوم مال هذا بلاد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لك استاذ علي الحمد لله. طبعا ان شاء الله احنا فخورين انكم معنا طبعا ضمن برنامج كفاءات الامارات. شكرا لكم اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم كنا واياكم مع رجل الاعمال الاستاذ ابو بكر سنة 79 داخل دوله الامارات والاستاذ علي من سنة 98 داخل إمارة الإمارات العين طبعا داخل العين وين داخل العين؟ داخل العين ملا صخرة صخرة تمام.